عندنا رجاء إحنا كعيلة وكشخص أنا مختبر الرب وعندي علاقة في الرب، أنا أؤمن إنه من آمن بي ولو مات فسيحيا. فالموت مش النهاية، أنا في نظري الموت بداية، بس هو الأصعب إشي إنه أترك هلا حاليا في الجسد أولادي. أنا كنت خادمة سيدات زي ما بتعرف، وكنت أوعظ للسيدات، أشجع السيدات، عاملة آخر إشي يوم ما شخصت بالسرطان كنت أعمل سلسلة أنا هو، مين أنا هو، كأنه أظهر من هو الله، مين هو يسوع المسيح، هل أنا هو القيامة والحياة، أنا هو الراعي الصالح، أنا هو نور الحياة. كنت أحكيها بشغف وأحكيها من قلبي لأنه مختبرة. بس يوم ما شخصت بالمرض كاثرين سألت كاثرين، هل حقيقي يا كاثرين يوم وصلتي مرحلة الموت هل تؤمني إنه يسوع هو القيامة والحياة؟ كنت أسأل حالي أسئلة، كاثرين أنت بدك تموتي خلال 6 أشهر، صدقت إنه أنا ممكن أموت خلال 6 أشهر يعني أنتقل. كاثرين أنت مستعدة للموت؟ هل أنت بدك تواجهي الموت؟ صدقني أسيس في هذاك الوقت كنت قادرة أقول أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ شو ردة فعلك لما بتسمعي أشخاص بيقولوا حرام مسكيني لسه بعدك شاب صبية عندك أولاد صغار، أو البعض الآخر ممكن يستخدم تعبير سلبية يمكن في إشي غلط أو تعرفي اللي هي ممكن تجرح الإنسان، شو ردة فعلك لهي الكلمات؟ حقيقي صرت أنا أبحث أكثر في الكتاب المقدس، صار عندي إشي من جوا يدفعني إني أدرس الكلمة أكثر. كنت قرأ سفر أيوب أكثر من مرة، بس هالمرة يوم قرأت أيوب وتجربة أيوب بدي أستفيد. يا رب طب ليش سمحت في أيوب؟ أكيد أنا بدي أستفيد من هلا. أدرس 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 ألاقي إنه مش زي ما الناس بيقولولي، مثلاً مش شرط إنه يكون عندك خطية عشان هيك أنت مرضت، مش شرط إنه في أسباب للمرض يعني. فدرست الكلمة عزيت، كان الرب يعزيني من الكلمة نفسها. يمكن مرات في الناس متعبين وكأنه بحسسوك بالشفقة، بس صدقني يمكن الناس كانوا يجوا عندي حزنانين مسكينة لسه صغيرة في العمر ده تترك هالأطفال ولسه زوجة صغير، بس أنا جواي كنت أقول ليش هيك بيحكوا؟ طب يعني هدول مفروض يعني يكونوا عارفين إنه أنا إذا متت أنا رايحة عند الرب. أنتوا احزنوا على حالكم ما تحزنوا علي، أنا عندي علاقة، أنا رايحة للحياة الأفضل. الكتاب المقدس بيقول لا وجع ولا صراخ ولا حزن، بالعكس حتى رح يرجع جسدي كامل. حتى ابني الصغير يوم ما شاف رجلي مقطوعة أجع المستشفى، فرجيتهم رجلي وشرحت لهم الوضع وهيك، بقول لي ابني ماما مبروك، بقول له ليش بتقولي مبروك حبيبي؟ بقول لي ماما إذا متي رح يسوع يرجع لك إجرك في السماء، لأنه مكتوب إنه جسدنا رح يرجع كامل، فرح يعطيكي جسد جديد.